دلوقتي بقى معجنات حلو قوي كده، معجنات ملونه، ملونه جوه بعضها وملونه بالالوان الطبيعيه بتاعتنا اللي هي البابريكا والكركم. فعندي هنا هعمل كميه صغنونه، وانت عايزه تضاعفي بقى كميه زي ما انت عايزه. هنعمل هنا عندنا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، 3 معالق لبن بودره، معلقه خميره، جبنه بيضه حوالي نص كوبايه، كركم، بابريكا، وسمنه روابي. نعمل ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا كده الدقيق عليه اللبن البودره، الخميره، معلقه خميره كبيره، مش هحط رشه ملح عشان عندي جبنه هنا، والجبنه دي حسيت ان هي حادقه شويه فمش هحط، مش لازم رشه الملح. حاجه هنا انزل كده الخليط دوت، 3 كوبايات الدقيق، 3 معالق لبن بودره او معلقتين كبار ماشي مش هتفرق، معلقه خميره، واقلبهم كده مع بعض. يبقى انا كده 3 كوبايات دقيق، معلقتين كبار لبن بودره، معلقه خميره، نص كوبايه سمنه روابي، يا ريت ان احنا نصور الحاجات دي، نصور على الشاشه عشان يبقى سهل معاكي. انا هاخد كده معلقه من سمنه روابي هنا كمان كده عشان هعوزها، هقول لك في ايه. ماشي كده حطيت ايه، نص كوبايه سمنه روابي، نص كوبايه جبنه بيضه اللي هي في العلب ناعمه قوي دي، ماشي، يبقى كده حطيت جبنه بيضه وحطيت الايه السمنه، نص سمنه نص جبنه بيضه. دي بقى عجينه دسمه وفيها بقى لبن بودره معلقتين كبار، ادي كده العجينه الصفراء اللي بالكركم. ام عبود اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ انا عايزه اقول لك على العاشوره بتاعتنا. على ايه؟ العاشوره، احنا النوبيين من اسوان. اه قولي بتعملوها ازاي؟ بالبلح. بالبلح؟ بلح احمر ناشف. ازاي بقى بتعملوها؟ بنحط معلقتين لوبيا، اه، وبلح ناشف، وبنخليه يستوي. بتسووه في ايه؟ على البوتاجاز. لا والله بتسلقيه يعني؟ اه، لغايه ما يستوي بنحط معاه السميد ده حلف بر عشان يديله ريحه حلوه. اه بيبقى جميل بقى، وبعد كده تعمليه بالمفرك. يبقى جميل بقى تاكليه. ايه ده، غريبه قوي، غريبه جدا. لا وبس كده؟ عندنا اكلات جميله في النوبه. لا ما انا عارفه، ما انا عايزه اعرف منها حاجات كتير بقى. لا احكي لي. يعني ده انا دلوقتي اجيب البلح اقشره؟ بلح ناشف، بلح ناشف وتدقيه. وادقه؟ اه ماشي. وتطلعي ال وانت قلت لي سلمي على تيتا. ايوه ازيك، وازي تيتا؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. تيتا كويسه؟ اه الحمد لله، سلمي لي عليها تاني بقى. ماشي. شكرا يا حبيبتي. عايزه اعرف طريقه البانكيك. ايوه. وطريقه الرز البسمتي والمكرونه اللازانيا. حاضر، عينيا لورا، شكرا ليكي يا حبيبتي. بصوا كده، ده اللون بقى التاني الاحمر شويه اللي هو البابريكا. طبعا كلها دي زي ما اتفقنا لون وطعم وريحه وغذاء، يعني فايده من كل حاجه اهي كده. وبتساب بقى تخمر شويه، وبعدين ايه نشتغل بيها. اوريك الخمران اهو كده، هي دي الخمران، نجيب دي مكانها كده
كل لون مكان اخوه. دي اللي بالبابريكا. حط لي البابريكا ونسيبهم دول يخمروا ونشغلهم بعد كده. بص بقى بنعمل ايه؟ يعني قدامك قد ايه؟ عجنت ده كله مع بعضه حلو جدا بميه لغايه ما عجنت معايا عجينه طريه، قسمتها لاثنين، عجينه حطيت عليها كركم معلقه كركم كبيره، والعجينه الثانيه حطيت عليها معلقه بابريكا كبيره، بقى عندنا العجينه دي فيها السمنه وفيها الجبنه وفيها الطعم بتاعها اللي هو يا كركم يا بابريكا، بقى لون وطعم وريحه طبيعيه جدا. خلاص كده؟ سبتها تخمر وشلت الثانيه اللي هي عايزه تخمر وطلعت الخمرانه معايا. افردها بالشكل ده كده. بص اللي انا هعمله فيها دلوقتي عشان ايه؟ واحده واحده معايا كده. بص افردها كده ماشي؟ فردتها سمك معقول كده. هجيب سمنه واحط عليها كلها كده. سمنه مش سايحه. سمنه مش ايه؟ مش سايحه. كده تمام. وابدا ان انا ايه اطبقها على السمنه دي، فهتعمل لي طبقات. اخدها كده كده واسيبها هنا. اجل دي اعمل نفس الحكايه فيها، افرد سمك معقول مش رفيع قوي. معانا فتحيه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، ازيك يا استاذه؟ الله يخليك، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. منورانا كل يوم على الشاشه. ربنا يخليكي، ده بوجودكم بس والله. والله منورانا منورانا منورانا. الله يكرمك يا رب. الله يخليكي. الله يخليك. انا عايزه اقول لك وصفه لكن جميله جدا. يا ريت تفضلي. هي عامله زي المربى. قولي. انت عارفه الوقت ايام البلح، احنا الوقت ايام البلح. بنجيب البلح اللي نصه اصفر ونصه مستوي. ماشي. ونفتحه كده نصين ونشيل منه النوايا. ونحط في قلبها السوداني. سوداني ماشي. سوداني، وبعد كده نروح جايبين الايه؟ العسل الاسود الحلو اللي مش مغشوش. ونروح العسل نديله غلوه على النار ونسيبه يبرد. ونحط في قلبيه البلح ونحطه في قلبي برطمان. وتاخدي منه في الشتاء طول الشتاء تاخدي منه. والله ايه ده غريبه قوي الوصفه دي. يعني بتبقى يعني عسل عسل بالبلح. بالبلح والسوداني. وبتغلي بقى ال دي وصفه كانت بتعملنا جدتنا. جدتي كانت بتعملها لنا وطول الشتاء ناخد منها ناكل منها. زي المربى؟ زي المربى. لا انت لما بتغلي العسل على النار بتحطي فيه البلح ده يغلي كمان معاه؟ لا بدي العسل غلوه على النار وبسيبه يبرد. وبعد كده اروح حاطه فيه البلح اللي هو في قلبيه السوداني اللي شايله النوايا منه وحاطه مكان نوايا سوداني. طب ما يبصش؟ لا ما يبص، يقعد عندك سنه بحلقه. ما يعفنش العسل؟ ولا يحصل له اي حاجه، ولا يحصل له اي حاجه. والله ولا دخلتيه نار ولا حاجه. ما انت اديتي العسل غلوه. العسل بس هو اللي غلوه، انما البلح لا. البلح لا. طب جميل جدا. يقعد عندك سنه بحلقه، سنه بحلقه من السنه للسنه. اقول لك بقى وصفه ثانيه. يا ريت. هي دي حلوه. وصفه ثانيه بقى اللي هي الحادقه. بنجيب البتاع ده السلق. واللي بيبقى مع السلق ده اسمه ايه؟ الكزبره الخضراء. الكزبره السلق العادي، كميه الكزبره الخضراء معاها القلقاس. ونجيب اللحمه المفرومه. واللحمه المفرومه نحط في قلبها بصلايه وفص ثوم. والاثنين يعني ايه نزعقهم جامد قوي 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 في قلب بعض. ايوه. نعملهم كور ونحمرهم في السمنه. والسمنه دي بعد ما نطلع اللحمه المفرومه اللي حمرناها. ايوه. نركنها على جنب ونتشها بكل السمنه دي ميه. لما الميه تغلي نحط القلقاس، القلقاس يستوي. نحط في قلبيه السلق، وفي الاخر خالص واحنا بنطفي عليه نحط اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها كور دي ونطفي عليها. وكل بقى كل بقى معاها التنجان مخلي. ما شاء الله جامده جدا ما شاء الله. ربنا. دي وصفه جدتك برضه؟ دي وصفه جدتي وماما ورثتها منها وانا بعملها لولادي. يعني يعتبر قلقاس بالكفته صح كده؟ رحتي فين؟
طيب ماشي. شكرا جدا ليكي. بص انا عملت ايه، فردت العجينه، دهنت سمنه طبقتها وفردتها تاني بالشكل ده، ودي فردت العجينه ودهنتها سمنه وطبقتها. بس اجي بقى هنا كده، طبعا دي ممكن تحطي اللي بره جوه واللي جوه بره، يعني لو عايز الاصفر بره ماشي، عايز الاحمر بره ماشي، ونقفل عليها كده. معانا نسرين، اهلا وسهلا يا نسرين، نقفل عليها حلو قوي كده. نسرين ماشي. هنيجي بقى نعمل ايه، نجيب سكينه، نجيب صينيه، نجيب ورقه زبده او تدهني الصينيه يعني عادي، ادهنيها بمعلقه سمنه ولا حاجه. هنيجي بقى هنا كده، هنقطع دي كده اهي، بصوا كده، ونبططها شويه كده، نفردها كده. بصوا بقى الطبقات بقى اللي هتحصل وفي السوا بتبقى تحفه كده، ونروح حاطين كده ونبطط كده، بابريكا بره كركم جوه او العكس زي ما انت عايزه. دي مخبوزات بتتلون بالالوان الطبيعيه والاطعم كمان، يعني يمكن الالوان التانيه ما بتديناش اي طعم، الالوان الصناعيه زي ما اتفقنا ما فيش اي طعم فيها خالص، بس احنا ايه يعني اما نحب نلون الحاجه بنضطر نستخدمها، انما دي لا، دي بقى حلوه ان في طعمها كده. ممكن حاجه تانية كمان، ممكن تروحي عامله دي كده، مش عايزاها كده تسيبيها كده زي ما هي كده، بس تبططيها كده. نبص شكلها ازاي بقى، تبقى زي القرقوشه كده اهي كده، كمان واحده زي ما هي كده. بس كده سيبيها بقى تخمر تاني زي ما اتفقنا. اي عجينه فيها خميره وبنشتغل فيها ودخلناها الفرن من غير ما نخمرها تاني بتبقى ناشفه معاكي، لازم اي بس تمام. واحده تعملي حله بحالها ماشي. ادي كده المهلبيه خلاص غليت غلوه، طمن علينا انها غليت وبس كده، اشيلها مع النار.